يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله سبحانه تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلا. إنه كان بين يديكم أقوام يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويأملون بعيدا، أصبح جمعهم بورا وعملهم غورا ومساكنهم قبورا. يا ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. وكان عليه السلام يتلو بعد هذه الموعظة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.